السلام عليكم. انطلقت الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية المرتقبة في موريتانيا فاتحة شهر سبتمبر المقبل، وسيكون أمام المشاركين فيها في هذه الانتخابات وهم بالآلاف من خلال 98 حزبا سياسيا، ستكون أمامهم مدة 15 يوما لعرض برامجهم السياسية ووعودهم الانتخابية من أجل إقناع الناخبين بها. خلال افتتاح الحملة الانتخابية تمايز الخطاب السياسي لرؤساء وقادة الأحزاب السياسية، تشابه بعضه وحمل بعضه الآخر رسائل مختلفة، فيما تدافع البعض الآخر بعض التهم والانتقادات. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نناقش موضوع الخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية، ونقف على ما إذا كان يوجد فعلا خطاب سياسي في موريتانيا، ما أبرز ملامحه ومكوناته، وكيف يتعاطى الجمهور الناخب مع الخطاب السياسي. أسئلة نطرحها للنقاش على ضيفنا في هذه الحلقة، الكاتب الصحفي الأستاذ الولي سيدي هيبة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بداية كمدخل للنقاش، كيف تابعت الخطاب السياسي خلال افتتاح الحملة الانتخابية في موريتانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. بطبيعة الحال تابعته بكل اهتمام، لأن هذه الانتخابات هي استثنائية في تاريخ هذا البلد، حيث يشارك عشرات الأحزاب وعشرات اللوائح ومئات المترشحين. لذلك كان لابد أن نستمع إلى الخطاب ونميز بينه وبين آخر لمعرفة ما إذا كان ثمة جديد، أم أن الخطابات حملت نفس الهموم ونفس السياق وكانت عبارة عن قص ولصق. في الحقيقة هذا هو ما يتراءى للمتابع، وأن هذه الخطابات تتشابه فيما يتعلق بأهدافها الكبرى، حيث أن الهموم هي ذاتها الهموم التي ينتظر المواطن أن يتم البت فيها وأن تتم معالجتها، والسياقات الكلامية هي أيضا ذاتها وعود ووعود. فيما مضى لم تتبع هذه الوعود بأعمال تطبيقية ميدانية، فهل سيكون الأمر كذلك في المستقبل بعد هذه الحملة؟ على مستوى حزب الاتحاد الجمهورية الحاكم في البلاد، وهو الحزب الأكثر يعني تقدما للوائح الانتخابية، بحيث رشح في مختلف البلديات والمقاطعات والجهويات، يعني الانطلاقة شهدت حضور الرئيس الموريتاني وألقى خطابا، هذا جعل الطرف الآخر يعني يشكك أو يتأكد مما كان يطرحه، هكذا يقول، بشأن عدم الحياد. الرئيس يفترض أن يكون حياديا لا طرفا، فيما الاتحاد الجمهورية يقول بأنه رئيس مؤسس وبأنه من أسس هذا الحزب وبالتالي طبيعي أن يحضر. جدلية حضور وغياب الرئيس كيف تراها؟ هذا كما قلت هي جدلية فرضها أن الرئيس حضر لهذا الافتتاح. المبرر الذي يقدمه الحزب هو أن هذا الرئيس كان الرئيس المؤسس للحزب، ولما تولى رئاسة الجمهورية كان ثمة تعارض بين هذه الوظيفة الجديدة ووظيفة الحزب، فتخلى عن وظيفة رئاسة الحزب وتولى وظيفة رئيس الجمهورية. لكن هذا لا يسقط عنه في ما يرددون ويقولون تلك الرئاسة التي آلت إليه ذات مرة، أو بالأحرى آلت إليه في أول وهلة، أي عند تأسيس الحزب. المراقبون السياسيون وأصحاب الأحزاب السياسية الموريتانية امتعضوا من هذا الحضور ورأوا فيه تدخلا سافرا في هذه الحملة، وأنه تشجيع كذلك على أن يأخذ هذا الحزب القسم الأوفر من ما ستؤول إليه نتائج هذه الانتخابات. وبالتالي هي جدلية لها ما يبررها، ولكل مبرراته وتفسيراته لما حدث. خطابه السياسي هل ترى بأنه حمل جديدا، أم أنه أعاد يعني تكرار الإنجازات والمكاسب التي يقول إنها تحققت على يديه خلال فترة حكمه؟ هو تكرار الإنجازات إن كانت قد وقعت،
ليس سيئا في حد ذاته، بل هو أعتقد أنه مبرر كافي لشحن خطاب بمفيد. الذين يشككون في هذه الإنجازات أو يرون أنها من قبل ما يجب أن تقوم به الحكومات أيضا، يرون بأن تكرار هذا الحديث عن هذه المنجزات أنه نوع من حشو هذه الانتخابات وإعطائها زخما غير ما يجب أن تعطيه لنفسها من خلال العمل في الميدان. ودعوته للتصويت لحزب الاتحاد من الجمهورية، وسبقتها دعوات أخرى حتى خلال زيارته الأخيرة، ما الذي يفهم منها؟ يقول أهل الحزب بأن هذه الدعوة هي دعوة مناضل في حزب منتسب لحزب لحزبه حتى يأخذ الصدارة ويعود إلى الواجهة السياسية بشكل أقوى. المناوئون لهذا يرون في هذا تدخلا سافرا وتحفيزا على أن يظل الحزب مهيمنا على الحياة السياسية وحتى في هذه الانتخابات المفتوحة على أبواب كثيرة وحضرها ما يربو على 90 حزبا. بعض رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة المشاركة، وكل المعارضة شاركت في هذه الانتخابات، يقول بأن تكرار أو تتالي تكرار دعوة الرئيس خلال الآونة الأخيرة للتصويت للاتحاد من أجل الجمهورية من أجل استمرار النظام، بأنه دعوة للحصول على يعني أغلبية داخل البرلمان من أجل تعديل الدستور، وبالتالي يريدون الحديث عن المأمورية الثالثة من خلال هذه الزاوية. هل ترى أن الأمر مطروح؟ بالتأكيد هو مطروح، ولا سبيل إلى الدعوة بمأمورية ثالثة بمبررات معقولة إلا أن يكون هذا الانتصار الكاسح للحزب الحاكم والحزاب معه حتى يستتب لهم الأمر في المستقبل ويروا من خلال ذلك بأنهم قادرين على أن يغيروا في الدستور. وماذا عن الخطاب السياسي لباقي الأحزاب ورؤساء الأحزاب خصوصا من المعارضة، كيف رأيته؟ هي خطابات امتعاض وخطابات تذمر وشكوى، يستشف منها بأنهم لا يرون المستقبل مفتوحا على مصداقية ما سيجري، وأن الأمور ستعود كما كانت، سينتصر هذا الحزب ومن والاه من أحزاب الموالاة، ومن جديد يعاودون الحكم على البلد وإقصاء هذه المعارضة. هذا ما يظهر من خلال هذا الخطاب، مع أن ثمة أمل يحاول البعض منهم أن يظهره للمواطنين بأنه لو رصت صفوف وراء هذا الخطاب المطالب بتغيير النظام وبالتجديد في الآلية السياسية بشكل عام، بأن ذلك قد يؤتي وكله على حين غرة وعلى حين لا ينتظر الآخر ذلك. كان هناك تباين كبير في الحضور الجماهيري للأحزاب السياسية وهي تفتتح حملاتها الانتخابية، إلى أي حد برأيك يعكس ذلك يعني حجم أو إعطاء صورة نسبيا بشأن حجم كل حزب سياسي ربما في الانتخابات؟ هو لا شك أن عدد المناضلين عند افتتاح أي حملة أو أي حراك سياسي لأي حزب هو مرآة تعكس قدرته على رص صفوفه وعلى جمع المناضلين. كلما كبرت الأعداد عند حملات الافتتاح وعند المهرجانات كلما كان ذلك مؤشرا على أن هذا الحزب له حضور قوي، وكلما قلت هذه الأعداد كلما تبين للمراقبين بأن هذا الحزب إما يشهد تقلصا في أعداد مناضليه إما أنه يفتقد القاعدة. ولذلك حاول كل حزب في هذا الافتتاح أن يجمع ما يمكن جمعه، وتباينت الأحزاب في ذلك بتباين قدراتها أيضا المادية، لأن جمع المواطنين للمهرجانات والافتتاحات على الأقل في بلادنا هو يتطلب لوجستية من السيارات ومن الإمكانات. الأحزاب التي استطاعت بقدراتها المادية على ذلك حشدت
جموعا اعتبرت معبرة عن مكانتها في الساحة السياسية، والتي لم تستطع ذلك وإن دعت أن لها جمهورها. تبين أنها من هذه الناحية على الأقل، ناحية اللوجستية والناحية المادية، لم تستطع أن تجمع ما يقنع الآخر بأن لهذا الحزب جمهور ولأن له حضور حقيقي في الساحة السياسية. ثنائية الخطاب السياسي والحشد الجماهيري، برأيك هل يعني تعتبر يعني مؤشرا، وهل تقنع الناخب والمواطن الموريتاني؟ فيما يتعلق بالخطاب لا أعتقد ذلك، لأن تشابهت الخطابات. الهموم كما قلت لك في البداية هي واحدة. المشاكل التي تعاني هذه البلاد هي المشاكل التي يعددها كل الأحزاب، لأنها بادية ظاهرة. إذن الخطاب متشابه، حيث الكل يقول بأن الوضعية تحتاج إلى تغيير، تحتاج إلى تحسن، وأنه يحمل في برنامجه وفي جعبته ما سيصلح هذا الشأن ويقدم البلد إلى الأمام. فيما يتعلق بالحشد الجماهيري، أعتقد أنه عنصر هام جدا، ذلك بأنه كلما كان هذا الخطاب مقنعا للمناضلين والمنتسبين والمشجعين، استطاع أن يجمعهم ويرصهم في صف ويحضرهم في مهرجانات وفي افتتاح الحملات، كلما كان ذلك مؤشرا على أن المقدرة على جمع المواطنين هو في حد ذاته سلاح قوي لدى هذا الحزب. ثنائية يعني الخطاب السياسي في موريتانيا هو خطاب يعني ثنائي، إما خطاب موالاة تشيد بما تحقق وتعد بالمزيد وغير ذلك، أو خطاب ينتقد ولا يعتبر أن أي شيء تحقق، يرسم صورة سوداء والآخر صورة ناصعة. يعني هذه الثنائية كيف تراها؟ هل تعتبر نتاجا طبيعيا؟ أراها معبرة عن العقلية العامة لهذا البلد. هنا ثقافة السياسية ضعيفة، وإما أن تكون مع وإما أن تكون ضد، هذا معروف. حتى أنه في الأنظمة القديمة القبلية كان الأمر كذلك، القبيلة إما أن تكون معها وإما أن تكون ضدها. الأمر والعدوى استشرت في الأمر السياسي، حيث أن اليوم لا خطاب وسيط بين الخطاب الذي يؤيد ويساند فيما يدعى بالأغلبية، وهو خطاب يمجد ويثمن ولا يرى إلا أن كل ما قام به هو ما يجب إنجازه وتحقيقه، وإما خطاب امتعاض تذمر إقصاء، ويرى اللوحة سوداء وأن لا ثمة إنجاز ولا شيء يستحق أن يبقي هذا النظام على ما هو عليه، وكذلك الأغلبية التي معه. وبناء على ذلك، هل يمكن الحديث اليوم وبعد يعني عقدين على الأقل على التعددية الحزبية السياسية في موريتانيا، هل يمكن القول بأنه أصبح لدى الساسة في موريتانيا خطاب سياسي؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن الخطاب السياسي يتطلب ثقافة سياسية مشبعة بإدراك مفاهيمها، ومشبعة كذلك بالقدرة على صياغة ما يمكن أن يثبت ويبقى ويقنع ويتداول، حيث أن الحزب يجب أن يكون تلك الحاضنة التي تنتقي من داخلها كل من هو صالح للقيادة. أما في موريتانيا فجل الأحزاب ما زالت مشخصنة، مما يدل على أن ذلك البعد هو بعد غايب، وبالتالي ثمة نقص في هذه الثقافة السياسية التي تمكن الأحزاب من أن تصيغ خطابا مقنعا قويا قادرا على أن يقنع الجماهير ويحفز على التوجه إلى تغيير الواقع إلى واقع ديمقراطي حقيقي فيه العدالة وفيه المساواة. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لنقاش الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم
المشهد. فاصل ثم نعود. اليوم نبغوا الدولة ترد علينا اللفت وتعطينا شيء له حلو فيه، يبردوا عضلاتنا ويبردوا عضلات اخوتنا. الدنيا رايح قاعد ما هو حد كره حديد. ما شاء الله خير معرّة. المهم إننا تعبوا تو هوا قد نقوله والمولى ما قد نقوله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام جديد، نواصل النقاش في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد حول موضوع الخطاب السياسي بناء على افتتاح الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية المرتقبة في موريتانيا مع ضيفنا الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ وليد سيدي هيبة. أهلا وسهلا من جديد. إذا كنا قد توقفنا عند الجانب المتعلق بأن الخطاب السياسي اليوم في موريتانيا لم يصل درجة مستوى يعني ثلاثة عقود من وجود التعددية السياسية الحزبية، انعدام النضج هذا إلى ما يعود؟ هل المعوقات أكبر من المحفزات برأيك؟ وكذلك المعوقات أكبر من المحفزات، والأسباب التي أدت إلى هذه الانتكاسة السياسية رغم ثلاثة عقود ورغم ما قبلها، عقود قبلها كذلك كانت فيها السياسة موجودة، أسباب كثيرة جدا. منها أولا وأكد على هذا هو أن العقلية العامة السائدة التي في إطارها تمارس السياسة ما زالت عقلية بدائية جدا، حيث أن القبلية ما زالت موجودة، الطبقية ما زالت موجودة، العشائرية ما زالت موجودة، وبالتالي هذه معوقات معروفة أمام أي مسار ديمقراطي. هنالك أيضا على مر تاريخ هذا البلد حدثت سلسلة انقلابات عسكرية قوضت الحراك السياسي الذي كان ذات مرة قد بدأ يدب، فوقع انفصام بين بداية لفهم العمل السياسي ومتطلبات العمل السياسي والأهداف من العمل السياسي، وجاءت فترات أحكام عسكرية لا تترك للمشاركة السياسية مكانا، مما أضعف هذا التيار السياسي الذي كان موجودا. ثم بعد ذلك جاءت فترة دعيت بفترة الديمقراطية، حينما قسم ظهر الشيوعية وبدأت الشعوب تطالب بالمساواة والعدالة. أيضا هذه الرياح لما وصلت إلينا لم تكن الأجواء صالحة لذلك، فاختلط الحابل بالنابل، واختلطت المفاهيم الاجتماعية بالمفاهيم السياسية الجديدة، وظل الأمر مختلطا، وظلت الأحكام التي تأتي لا تطلق للديمقراطية العنان، وظلت الأحزاب التي كانت من قبل حركات سياسية ضعيفة عن أخذ حقها وفرض هذا المعطى الذي هو معطى ديمقراطية. كل هذه الأسباب أضعفت المسار السياسي وجعلته لا يتحرك إلى الأمام. وحتى في الوقت الذي نتحدث فيه لم تغيب القبلية عن هذا الحراك السياسي المحموم الذي نحن نعيشه اليوم. المرشحون قبليون، ترشحهم قبائلهم، ترشحهم عشائرهم، وترشحهم أيضا لوبيات استطاعت أن تجمع المال من التبييض ومن النهب ومن الفساد، واختلط الأمر السياسي على المواطن حتى لم يعد يميز بين قدميه من يديه، ويسير بشكل أعمى في كل هذه الاتجاهات التي توجه إلى هذه الأحزاب. وبالتالي طيب الخطاب السياسي الذي كان يجب أن يكون هو المرتكز خطاب ضعيف هش غائب لا يحمل ما يقنع المواطن.
البعض يقول مبالغا إننا في موريتانيا نتجه نحو حزب سياسي لكل مواطن، ربما مبالغة في الأحزاب التي تجاوزت 100 في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين تقريبا. هنا يعني هل يمكن القول بأن هذه المعوقات التي تحدثت عنها وراء تقدم أو أمام تقدم الخطاب السياسي الموريتاني، هل ولدت الأحزاب السياسية من رحمها وبالتالي لم تستطع تجاوزها؟ هل أنتجت السياسة في موريتانيا أحزاب سياسية بمنأى عن هذه المعوقات القبلية الجهوية وغير ذلك، أم أنها ولدت من رحمها؟ ظلها ولد من رحمها، لكن ثمة أحزاب كانت لتكون ولدت في فترة استشرى فيها الوعي في العالم وهبت على البلد رياح إيديولوجيات كانت هي السائدة في العالم، منها الإيديولوجيا الاشتراكية والشيوعية، ثم جاءت القومية العربية، ثم جاءت الإيديولوجيا التي لها طابع ديني، وأثرت هذه الإيديولوجيات في مجموعات من الشباب في منتصف الستينات بداية السبعينات إلى غاية نهاية الثمانينات وتكرار الانقلابات العسكرية كما قلت لك التي قسمت ظهر هذا البعير الذي كان ليحمل هذا الوعي السياسي وهذا النضج الذي استشرى مع توافد هذه الإيديولوجيات. إذن بعض الأحزاب الموجود الآن يريد لنفسه أن يكون قد ورث عن تلك الفترة التي كانت فيها تلك الحركات السياسية ناضجة وبعيدة عن الأمور التقليدية وتنظر إلى المستقبل بمنظار سياسي حديث، ينظر إلى البلد على أنه يجب أن يكون بلدا عادلا وبلدا مواطنا لا يشكو غبنا ولا يشكو ظلما. لكن 90% من الأحزاب التي غمرت هذه الأحزاب القليلة جدا، ولا داعي لأن أعدد لك ما هي لأنها معروفة على الساحة، جاءت هذه 90 حزبا التي تأسست من رحم هذه الفوضى الاجتماعية التي ما زالت إلى حد الآن سائدة. فجاءت أحزاب هشة لا تحمل خطابا، ليست لها فلسفة، إنما تريد أن تصل إلى غاية مادية لا غير. ولكن المفارقة هو أن يعني تزايد هذه الأحزاب السياسية إلى أن وصلت أزيد من 100 حزب سياسي تأتي يعني في سياق يتحدث فيه عن انتشار الوعي وعن أن الخطاب يعني على الأقل تجاوز مرحلة الترهل والضعف، وبأنه لم تعد تلك المعوقات تعوق العديدين خصوصا من الشباب الذي ولد في سياق مختلف وغير ذلك. مع ذلك يعني يتزايد هذا العدد في سياق كهذا، ربما قد يكون مبررا نسبيا أن يصل العدد لهذا المستوى في حقب أخرى مختلفة، أما اليوم والوعي قد وصل يعني تجاوز على الأقل أو وصل مدى معينا يتزايد هذا العدد من الأحزاب السياسية. دعني أقول لك بأن انتشار الوعي لا يعني الأخذ به والعمل به، الوعي منتشر والتعلم منتشر والشهادات كثيرة، لكن العمل بهذه الشهادات مقتضى هذه الشهادات بما حصل من علم جعل هذه الشهادات مستحقة، وبما أتى به هذا الوعي شتان ما بين أن يكون موجودا وأن يكون قد تم العمل به. أنا أعتقد مثلا، وهذا شيء مؤسف جدا، أن هذه الأحزاب السياسية الكثيرة جدا الذي يكون وراءها هم المثقفون الذين يحملون شهادات عالية وواعون لمتطلبات العصر ولمفاهيم السياسة الحديثة، لكنهم يعملون بمقتضى ما ورثوه من الماضي من قبلية وجهوية وطبقية، وهذا التناقض موجود وهو ما يؤثر تأثيرا سلبيا على هذا الحراك السياسي، وهو ما جعل هذه الأحزاب تتكاثر، فتجد الذين أسسوها من أصحاب الشهادات العالية من أصحاب الوعي نظريا، لكنك إن جالستهم وإن اقتربت من خطابهم وجدته هو أقرب إلى الماضوية وإلى
كل سلبية هذا الماضي فيكون الحزب بهذا حزبا سلبيا كما هو واقع الحال. ربما ذلك ما دفع إلى الحديث عن أنه يعني السلطات ستأخذ بتفعيل القانون المتعلق بأنه إذا لم يحصل أحد الأحزاب على نسبة 1% أو لم يشارك في انتخابات متتالية لمرتين سيتم يعني حله. برأيك بدافع ثنائية الخوف والطمع، الخوف من أن يتم الحل والطمع في الحصول على مناصب انتخابية على اعتبار أن هناك انتخابات بلدية وجهوية لأول مرة وتشريعية وغير ذلك، هذه الثنائية هل ستمنع أغلب هذه الأحزاب من عدم الحل؟ دعني أقول لك بأن هذه الانتخابات ستكون فيصلا في ذلك، ذلك بأن عدد الناخبين الذين سيتوجهون إلى صندي على الأقل بما هو مكتوب ما هو موجود على الأوراق 1,400,000 ناخب. أنت إذا وزعت 1,400,000 ناخب على 400,000 ناخب على أزيد من 96 حزبا شاركوا، نعتقد أن الكثير من هذه الأحزاب لن يصل إلى هذه النسبة المطلوبة باعتبار أن البطاقات اللاغية ستكون كثيرة، باعتبار أن كما قلت لك الناخب يتوجه إلى صندوق الاقتراع ليس بقناعة أن هذا الحزب أو أن هذا الخطاب هو الأصح، وإنما كما قلت لك بدافع تأييد شخص أو تأييد جهة من هذه المنطلقات التي ذكرنا. وبالتالي كثير من هذه الأحزاب سيخفق في الحصول على هذه النسبة التي ستمكنه من أن يظل موجودا في المعترك السياسي. النسبة الأخرى التي ستحصل على ذلك ستظل فيها من الأحزاب تلك التي تقوض المسار إلى الأمام لأنها لا تحمل خطابا ولا تحمل فلسفة، وإنما استطاعت بهذه الألاعيب الاجتماعية التي تتيحها الأجواء السائدة أن يصل إلى هذه النسبة المئوية. لكن في الجانب الآخر من الصورة هي هذه الأحزاب السياسية تعددها يعكس مستوى من الديمقراطية، وهي أحزاب مرخصة لدى الجهات الرسمية تقدمت بيعني الشروط اللازمة. يعني ثنائية أنا لا أوافقك في هذا، أوافقك في أن كثرة الأحزاب هي دليل على أن الديمقراطية سائرة وهذا شيء إيجابي جدا، لكنني متأكد من أن هذه الأحزاب أغلبها حصل على تراخيصه بدون أن يلبي شروط الحقيقية الصارمة لتأسيس الأحزاب، ذلك بأن تحزيز الأحزاب لا يكون بهذه السهولة، لا بد من تراكم، لا بد من تجربة، لا بد من أشخاص تتم تزكيتهم وطنيا، تتم تزكيتهم من خلال المواطنين، من خلال أعمالهم، من خلال ما يقدمون. وهذه الشروط أنا أجزم بأنها بنسبة 99% كانت خائبة في أغلب هذه الأحزاب التي تم ترخيصها. لكن الإلغاء أيضا من الناحية الأخرى لا يقوض، لا يشوه يعني ولو شكليا المظهر الديمقراطي السياسي لأي بلد؟ إذا كان هذا الإلقاء قد تم عليه الإجماع، الشروط التي يتم بها هذا الإلقاء قد تم عليه الإجماع وتم عليه التفاهم نظرا لأنها تخدم المصلحة العامة وتخدم المستقبل، أعتقد أن ذلك ليس لا يكون إخلالا بالديمقراطية بل يكون تقوية لمسارها واتجاهها. طيب إجاز لأن سنختم، كيف ترى يعني تعاطي المواطن أو الناخب مع الخطاب السياسي؟ هل يتعاطى مع الخطاب كخطاب ويتحكم أو ربما يجعله الخطاب يختار هذا أو ذاك، أم أنه المعطيات مختلفة والخطاب ليس موجها ولا محددا للخيار؟ لا أرى تمسكا بخطاب، أنا قلت لك بأن الخطابات كلها متشابهة، هي إنما هي قصد ولصق، يعني كل خطاب يشبه الآخر، الهموم هي ذاتها، المشاريع هي ذاتها، الأهداف هي ذاتها، وبالتالي المواطن يعرف هذا ويدركه، وبالتالي ليس الخطاب النظري المكتوب هو الذي يجره إلى الالتحام بحزب أو بشخص ما، وإنما
كما قلت لك طمع وتأييد الغرضي ليس إلا. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ الوليد سيدي هيبة. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج المشهد. لكم تحيانا جميعا، السلام عليكم.